شنو الشيء اللي نفتخر فيه؟ نفتخر اليوم بكل إنجازات بلادنا، بحبنا لكرة القدم، نفتخر بمستقبل بنيناه لأجيالنا الجاية. حياكم الله في دوحة الجميع. هدفنا واحد، رحلة شغف بدت من أصالة تراثنا واعتزازنا لتاريخ كرة القدم. نفتخر بالماضي ونعيش في الحاضر ونحقق المستقبل اللي دائما كنا نحلم فيه واللي نشوفه أمامنا اليوم في كل زاوية. على الوعد وبكل فخر نرفع راسنا ونقول هذه قطر، والله يا عمري قطر.